اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرتنا التانية، فقره الصحافه اللي بنناقش فيها ابرز واهم المانشيتات اللي وردت في الصحف المحليه والعالميه. احنا هيكون معانا الكاتب الصحفي محمد الشافعي على الهاتف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير مين، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، دايما منورنا في صباح مين. صباح الخير يا مايكل، اهلا وسهلا. هناخد مع حضرتك يا فندم الخبر الاولاني من جريده الاهرام. الرئيس السيسي وافريقي يؤكدان اهميه عدم التصعيد والتشديد على ضروره التوصل لوقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزه. تفاصيل الخبر بتقول تناولت المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الاريتري اسياس افريقي الاوضاع الاقليميه على راسها التطورات بالبحر الاحمر، وناقش الرئيسان ما تشهده هذه المنطقه من تطورات امنيه خطيره. كمان أكدوا على أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع. أنا عايزة أسأل حضرتك في الأول على حجم العلاقات وحجم يعني العلاقات خصوصا الاقتصادية بين مصر وإريتريا يا فندم. إريتريا واحدة من الدول المهمة جدا في البحر الأحمر، وإريتريا كانت تخضع للاحتلال الإثيوبي لفترات طويلة جدا، وكان عندها حركة تحرر مهمة جدا إلى أن استطاعت هذه الحركة الاستقلال عن إثيوبيا، وجاء الرئيس السياسي أفورقي رئيسا لإريتريا، وده الحقيقة أعتقد أنه الراجل يعني رئاسته ممتدة لأكثر من 25 سنة. وإريتريا دولة مهمة جدا جدا في مدخل البحر الأحمر، والفترة الأخيرة شهدت تقارب بين إريتريا وأثيوبيا رغم الإحن والمشاكل اللي كانت بينهم، لكن العلاقات المصرية الإريترية علاقات ممتدة، ولأن مصر ساهمت في دعم حركة تحرر إثيوبيا فترات طويلة جدا. و في فتره الحقيقه يمكن من 10 12 سنه رئيس اساسي افورخي جه اشتكى انه العلاقات مش بالقدر الكافي اللي هو يطمح اليه، لكن اعتقد ان العلاقات الان علاقات قويه ومتينه، و اريتريا مهمه لنا لمصر في الامن القومي المصري، ومهمه كمان في ملفات كثيرة جدا جدا من حيث موقعها، لكن للأسف الشديد أنه إريتريا عندها علاقات وطيدة أيضا بالكيان الصهيوني، فمن الممكن أن تلعب أدوار سواء في ملفات الأمن أمن البحر الأحمر أو في التواصل مع المشكلتين الكبيرتين اللي عندنا مع الجانب الاثيوبي في مساله السد الاثيوبي او مشكله التواصل مع الكيان الصهيوني. فاريتريا بموقعها وبعلاقاتها المتشعبه اعتقد تستطيع ان تلعب ادوار مهمه جدا، بالاضافه الى انها من الممكن ان تكون ساحه مهمه جدا للصادرات المصريه في كافه المجالات. فاريتريا اتفضل. يعني من خلال طبعا كلام حضرتك واللي تم في المباحثات والتعاون المشترك بين البلدين، وتم طبعا مناقشة العديد من الملفات زي ما حضرتك ذكرت، ومنها الملفات الأمنية الخطيرة اللي بتمر بيها العالم كله. يعني عايزة أسأل حضرتك على حضرتك قلت على دور إريتريا في إن هي تقدر تلعب دور في القضية الفلسطينية، عايزة أسأل حضرتك على الجهود المصرية، يعني احنا شايفين طبعا من بداية العملية العسكرية ضد قطاع غزة، وشايفين الجهود المصرية عاملة ازاي يا فندم يعني من الجانب الإريتري بقى، وان يعني وجود مصر في مباحثات زي دي ده ممكن يأثر ازاي يا فندم؟ طبعا إريتريا بلد بعيدة عن فلسطين، يعني ما عندهاش حدود بلد في أقصى جنوب البحر الأحمر. القضية الفلسطينية زي ما انت شايفة وزي ما العالم كله متابع انه هناك عدوان بشع على المدنيين العزل في غزة، هناك إبادة جماعية حقيقية وصفتها المحكمة العدل الدولية بأنها يعني إبادة جماعية، وتنظر في هذا الأمر
هناك أكثر من 52 دولة الآن بتقدم مرافعاتها وتقدم دفعاتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني، ومنها طبعا مصر قدمت يعني مرافعة يعني محترمة جدا عن مشاكل الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين بشكل عام، مش بس على منطقة غزة. فالعالم كله الحقيقة المفروض أن يضغط على أمريكا وليس على إسرائيل فقط، يعني العالم كله، أمريكا متواطئة ومتورطة ومشاركة في العدوان على غزة. أمريكا منذ بداية العدوان حتى الآن استخدمت حق الفيتو اللي هو حق النقد في مجلس الأمن 3 مرات لكي ترفض وقف الفوري للعدوان على المدنيين العزل، واقتربنا الآن من 30,000 شهيد في على مدى ما يقرب من 4.5 أشهر، واقتربنا من 70,000 جريح، ويعني اقتربنا تقريبا من تدمير اكثر من 80% من البنيه التحتيه، وطبعا شيء يعني شيء بره حدود الانسانيه تماما، استهداف البنيه الصحيه، ما فيش مستشفى الان قائمه في كل قطاع غزه. كل هذا يحدث برعايه ومشاركه ودعم الامريكان. فاعتقد انه دول العالم كلها مطالبه الان بان تضغط على امريكا وعلى المصالح الامريكيه حتى يستجيب الامريكان في لوقف هذا العدوان وارجاع الحقوق الفلسطينيه الى فلسطين. يعني انا اللي كتبت مقال من اسبوعين فقط بعنوان حق العودتين. ما فيش بقى مشكله، المشكله تحل انه الصهاينه يعودوا من حيث اتوا، كل واحد في هذا الكيان عنده جواز سفر او باسبور بتاع دوله اجنبيه، وهم يعلموا انهم مغتصبين وانهم محتلين. خلي بالك يا نرمين انه احساسك بالوطن هو الامن والامان. هذا الكيان ما فيش فيه، هو عباره عن جيش ضخم جدا جدا له ديل مدني، وكل واحد من المدنيين جه وزير الامن القومي بن غفير وتوسع في تسليح المدنيين. فاي اي اي احساس بالوطن اذا كان الانسان خايف وعنده هذا الرعب وهذا الخوف وهذا الهلع وهو موجود في هذا الوطن، فالعالم كله مطالب انه ينهي اخر حاله احتلال في العالم اللي هي احتلال الصهاينه لفلسطين. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول رئيس وزراء مصر تتلقى 35 مليار دولار خلال شهرين من مشروع رأس الحكمة. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع تطوير رأس الحكمة سيدر على الدولة 35 مليار دولار خلال شهرين فقط. وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة بين حكومتي مصر والإمارات أمس الجمعة أن هذا المبلغ مقسوم على استقبال 15 مليار دولار خلال أسبوع، ثم بعد شهرين تتلقى الدولة 20 مليار دولار آخرين. وأوضح أن هذه الأموال ستأتي على صورة سيولة مالية خلال أسبوع، وتنازل الإمارات عن جزء من الودائع التي تملكها في البنوك في البنك المركزي المصري، منوها بأن الإمارات لديها 11 مليار دولار ودائع في البنك. يمكن الخبر ده خبر مهم جدا، وبتكلم عن الاستثمار المباشر المشترك ما بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. حضرتك شايف الخبر ده ازاي يا فندم؟ الحقيقة أنا اطلعت على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ويعني قرأتها بشكل جيد جدا. المشروع نفسه يا ماجد أنت عارف أن المشروع أثار لغط كثير جدا جدا خلال الفترة الماضية، والحقيقة الحكومة لم تقدم للقارئ العادي أو للمتابع العادي معلومات إضافية عن هذا المشروع إلا في المؤتمر اللي عقده رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية، والكلام عن ال 35 مليار هم الحقيقة 24 مليار فقط اللي سوف تصل إلى كتضخات في الفترة الشهرين اللي اتكلم عنهم رئيس الوزراء. في 11 مليار ودائع إماراتية موجودة في البنك المركزي، فهتقسم من ال 35 11 مليار، يبقى هو كل ما سيصل هو 24 مليار. والمشروع ممتد إلى خطة التنمية المصرية في منطقة مرسى مطروح إلى خطة اسمها 2052، بتتكلم على مدى 28 سنة. رئيس الوزراء بيتكلم على أنه سوف يكون لمصر من الأرباح، استخدم حياة تعبيرات فيها
نوع من عدم الحسم، نحو 35% من الأرباح، نحو كلمة نحو يعني المسألة مش 35%، واتكلم على أنه الجانب الإماراتي يتوقع ضخ 150 مليار طوال فترة المشروع، يعني بمعدل حوالي 4 مليار دولار في السنة، وبيتكلم على أنه المشروع بي يعني بيتمنى انه يجلب 8 او نحو 8 مليون سائح، وانه طوال ال 28 سنه دول سوف يكون هناك حوالي 11 مليون فرصه عمل، هي الفرص العمل الغير دائمه زي ما حصل عندنا كل مشروعات التنميه الانشاءات، يعني انت في ايدي مش ايدي عامله ثابته، هي ايدي عامله متغيره. الحقيقة انه المشروع حتى الان رغم كل هذه المعلومات اللي قالها رئيس الوزراء كان محتاج تفصيلات اكتر، كان محتاج انك نقول حتى 24 مليار اللي سوف تضخ خلال شهرين دول ماذا سنفعل بها، هل سنقيم بها مصانع ولا نقيم بها مشروعات طرق وكباري ولا نقيم بها ولا نسد بها جزء من الدين اللي علينا للجهات الخارجية ولا نسد بها عجز الموازنة، يعني الحقيقة كان محتاجين الحقيقة أكثر من معلومة في هذا الإطار. المعلومة الأهم هل كان رجال الأعمال المصريين قادرين على القيام بهذا المشروع لصالح مصر، هل في مصر سوف تتملك جزء من المشروعات ولا ستكتفي بس بالعائد الربحي اللي هو زي ما قال رئيس الوزراء بالنص نحو 35%. مشروع حتى الآن مازال ما زلنا على الأقل خالص نحن في احتياج الى معلومات اضافيه، لكن احنا نحن نرحب باي استثمارات بالتاكيد تحاول ان تحدث نهضه حقيقيه لصالح المواطن المصري، ومثل هذه الاستثمارات سواء بقى مصريه عربيه اجنبيه يعني مرحب بها تماما طالما انها سوف تساعد في اخاله الاقتصاد المصري من عثرته اللي هي جزء من عثره الاقتصاد الدولي في المرحله الماضيه. هنروح مع بعض للخبر اللي بعده استاذ محمد، وهو من جريده اليوم السابع. مجلس امناء الحوار الوطني بينتهي من وضع اللمسات الاخيره استعدادا لانطلاق المرحله الثانيه. الجلسات التخصصيه تنطلق غدا. ضياء رشوان جمع الآراء خلال 10 أيام والجلسات لن تكون علنية. تفاصيل الخبر بتقول انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من وضع اللمسات الأخيرة على انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني المقرر لها الأسبوع المقبل، واللي بيتصدر أولوياتها المحور الاقتصادي، حيث تجري الجلسات بشكل أعمق وأشمل استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في السياق ده قال ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني إن العمل المكثف للحوار الوطني سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون شريك أساسي أو رئيسي على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المقبلة. يعني ضياء رشوان قال إن أو سيادة المستشار ضياء رشوان قال إن الحوار الوطني مش بديل عن مؤسسات الدولة ولا الحكومة ولا البرلمان، لكن شريك وبيعمل مع الحكومة على يعني تعزيز محور زي المحور الاقتصادي. يا فندم يعني حضرتك شايف دور الحوار الوطني هيكون ازاي خصوصا في محور زي المحور الاقتصادي؟ الحقيقه يا يرمين انا شاركت في المرحله الاولى من الحوار الوطني في لجنه الثقافه والهويه الوطنيه، وكان في الحقيقه اراء جاده جدا طرحت خلال في مختلف اللجان في خلال اللي هو الحوار الوطني قبل الانتخابات الرئاسيه الماضيه. استمرنا وقت طويل جدا الحقيقه يعني في اللجنه اللي انا كنت مشارك فيها، عملنا 3 جلسات كبيره جدا. الحقيقه ما تمخض عنه الحوار الوطني بوجوده على ملفات الحكومه لم يكن بالشكل المرضي ولا الكافي. المره دي هذه المرحله فيها تركيز اكبر على المسائل الاقتصاديه. احنا منذ تقريبا 2 او اقل كثيرا كان في مؤتمر اقتصادي ضخم جدا 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 خرج ب 135 توصيه للاقتصاد المصري، لم تاخذ الحكومه بتوصيه واحده من 135 توصيه،
وانا اعتقد ان المناقشات القادمه الصديق العزيز ضياء رشوان بيعد لها، وهو بيبذل جهد كبير حقيقه هو ولجنه امناء الحوار الوطني في هذا هذه المساله، لم تخرج عن ال 135 توصيه اللي خرج بها المؤتمر الاقتصادي الكبير اللي اجري في الفتره الماضيه. فاحنا يعني انا ارجو ان احنا يعني ما نكونش بنعمل زي المثل الشعبي القديم بنطبل في المطبل، يعني المساله انه هؤلاء الخبراء هم بالتاكيد نفس الخبراء اللي شاركوا في المؤتمر الاقتصادي، اعتقد ان توصياتهم لن تخرج عن توصيات المؤتمر الاقتصادي اللي 135 توصيه، يعني هذا عدد ضخم من هذه التوصيات. الحكومه لم تاخذ بهذه التوصيات، تفاقمت الازمه الاقتصاديه نتيجه عدم الاخذ بهذه التوصيات. انا ارجو انه يبقى في يعني هو في الحوار الوطني لما كنا في المرحله الاولى انه التوصيات غير ملزمه للحكومه. طب يا طب احنا هذا الجهد الخلاق والجهد الكبير والجهد المهم وهؤلاء الخبراء من في مختلف التخصصات قاعدين ليه؟ يعني قاعدين بيفكروا ليه؟ بيقدموا مقترحات ليه؟ بيقدموا حلول ليه؟ طالما انه حلولهم غير ملزمه للحكومه. فانا ارجو انه في المرحله القادمه والحوار الوطني سوف يناقش القضيه الاهم والاصعب في المرحله الحاليه وهي الازمه الاقتصاديه، ارجو ان يكون التوصيات ملزمه للمجموعه الاقتصاديه في الحكومه، لانه ده جهد مجموعه من الخبراء لا يقصدوا الا مصلحه الوطن. صحيح. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول رئيس البرازيل: ما تفعله اسرائيل اباده جماعيه وأؤيد انشاء دوله فلسطينيه حره. اكد الرئيس البرازيلي انه يؤيد انشاء دوله فلسطينيه حره ذات سياده، مشددا على ان ما لا تفعله اسرائيل في فلسطين ليس حربا بل اباده جماعيه يتم فيها قتل الاطفال والنساء. قال ايضا: وكما قلت عندما كنت في السجن اني لن اقبل بصفقة الخروج من السجن ولن أستبدل حريتي بكرامتي، أقول لن أستبدل كرامتي بالباطل، وأنا أؤيد إنشاء دولة فلسطينية حرة ذات سيادة. خليني أسأل حضرتك، إحنا كل يوم بنشوف شعارات وتصريحات رنانة نشجب وندين ومع الدولة الفلسطينية ومن هذا القبيل، ولكن في الوقت اللي فيه وساطة مصرية قطرية أمريكية في الوقت نفسه بيعلن وزير خارجية أمريكا بيقول إن إسرائيل بتستعد لبناء مستوطنات جديدة، ويعني شايفين الأمور على مدار كام شهر اللي فات ومفيش جديد، بالعكس كل شوية الأمور بتزداد سوءا، والبحث عن هدنة بتبقى هدنة على الورق دون يعني دون التنفيذ الحقيقي. حضرتك شايف الخبر ده إزاي؟ خلينا أولا نتوقف عند الرئيس البرازيلي المحترم لولا دا سيلفا، وهذا الرجل يجب أن نتوقف عنده من أكثر من زاوية أماكن. هذا الرجل تولى الرئاسة في بلده لمدة فترتين منذ حوالي 12 سنة، واستطاع أن يقيل عثرة بلادهم في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي كانت تهدد الوجود البرازيلي بكامله، وأن ينقل بلاده إلى إحدى الدول الفاعلة في البريكس، وأن يكون يعني رقما صعبا اقتصاديا. وعندما خرج من الرئاسة تعرض إلى مؤامرة كبيرة جدا أدت به إلى السجن، إلى سجن رئيس سابق، وخرج من السجن ليعود مرة أخرى رئيسا للبرازيل بقوة شعبية هائلة. الرئيس البرازيلي يعني قال للغولة أنت عينك حمراء يا غولة، يعني قال انتقد الكيان الصهيوني انتقادا صارخا، وقال انه لا يقايد كرامته بانه على انه يتكلم على هذا الاحتلال البغيض وهذه الاباده الجماعيه الا بمقال. الرد عليه وزير الخارجيه الصهيوني وقال انه الرئيس دا سيلفا رجل غير مرغوب فيه. فكان رد البرازيل من اعظم الردود انه طرد السفير الاسرائيلي من البرازيل وسحب السفير البرازيلي من تل أبيب. فإذا نحن أمام موقف محترم الحقيقة، ندعو كل دول العالم، أن كل دول العالم تصرفت كما تصرف رئيس لولا دا سيلفا وتصرفت دولة البرازيل أو كما تصرفت دولة جنوب أفريقيا، أعتقد أنه نحن العرب كنا أولى بهذه التصرفات من دولة في أقصى جنوب أفريقيا ودولة في أمريكا اللاتينية. وما أشرت إليه من تفاوضات يا ماجد كان
في مفاوضات تمت على في مصر. حقيقة مصر رحبت زي ما انت اشرت الى 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 الوساطة القطرية المصرية الامريكية، ولكن الوفد الصهيوني انسحب باوامر من رئيس الوزراء نتنياهو بعد اقل من 24 ساعة في المفاوضات المصرية. الان تستكمل هذه المفاوضات في باريس. هل المفاوضات كل الوسطاء الغربيين يسعون فقط الى تحرير الاسرى من الكيان الصهيوني؟ لكن ما حدش بيبص الى ال 30 ألف شهيد وال 76 ألف جريح إلى 80% من التدمير للبنية التحتية. ما حدش بيبص لهذه إلى هذا الاحتلال البغيض اللي بيراقب كل قوانين الدولية. يعني نتمنى يكون في هدنة حقيقية، نتمنى طبعا حل الدولتين، وجود طبعا ممر إنساني ودخول المساعدات بشكل أسرع، ونتمنى يكون في لغة الحوار وتكون الامور في احسن الاحوال. اسمح لي بس يا ماجد في دقيقه واحده، انه حتى الدولتين، اني دولتين، انت قرار التقسيم اللي صدر في نوفمبر 47 بيدي اليهود 51% وبيدي الفلسطينيين 47-48%. في 48 احتلت العصابات الصهيونيه 78% من فلسطين التاريخيه، فلم يبقى الا 22% اللي هو احنا بنتكلم عنهم. حتى ال 22% الاول تقلصوا الى اقل من 10% بعد اوسلو 93، اللي هو بنتيجه المستوطنات اللي خدت 40% من الضفه الغربيه، وخدت جزء كبير جدا مما يسمى غلاف غزه اللي حصل فيه العمليه بتاعت 7 اكتوبر 23. هي القضيه انهي دولتين انت عايزهم؟ يعني برضه لازم يبقى الكلام محدد للدول اللي بتسعى لوجود حلول، وزي ما قلت لك الحل في واشنطن وليس في تل ابيب. صحيح، نتمنى الامور تكون في افضل حال. ده بهذا الخبر تكون خلصت فقرة الصحافة. بنشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشافعي. مشاهدينا خلصت فقرة الصحافة، وصلنا معاكم لفقرتنا الثالثة والأخيرة. الموضوع هيكون اقتصادي شوية وليه تفاصيل كتيرة جدا، يعني اقتصادي سياسي قانون، يعني هو موضوع متشابك كده ليه تفاصيل كتير هنحتاج ان احنا نتناقش فيه أكتر. يعني الدولة المصرية زي ما احنا شايفين بتقوم بجهود كبيرة جدا لعمل كده زي انتعاشة للاقتصاد المصري، وشايفين طبعا التطورات، وزي ما اتكلمنا عن الصفقات اللي بتتم والجهود اللي على مختلف المحاور الاقتصادية. هنتكلم في الفقرة الثالثة عن دور أو التصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون الجهاز إدارة أو التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. هيكون في ضيافة زميلي مايكل منصور الدكتور ميخائيل ماهر أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية، هيتكلموا ويستفيدوا في الموضوع، ويكون الاستفادة طبعا لحضراتكم بعد الفاصل. خليكم معنا.